افتحي يا منى، افتحي يا بنتي، انا عمك تمام. يا بنتي عيب كده، ده انا اول مره خبط على بابكم. افتحي، انا هتكلم معاكي خمس دقايق وامشي على طول، مش هطول. افتحي ما تخافيش، انا لوحدي. ايوه يا استاذ تمام. ايوه يا اخويا. صح. ايوه يا اخويا. ولا اجيب منين؟ اسكت ولا اتكلم ولا اعمل محضر في الحكومه؟ قول له اعمل ايه؟ ما تتكلم. ساكت ليه يا استاذ تمام؟ ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ اقول لك تعمل ايه؟ وحدي الله في قلبك. واحده لنا من غيره. بنوحده يا اخويا قبل ما يموت وبعد ما مات وفي كل اهدان. واحنا ورانا حاجه غير لا اله الا الله محمد رسول الله؟ البنت هتموت من ساعة ما سمعت الخبر، جالها بالسكتة. معقولة؟ معقولة يا ولاد؟ معقولة اللي بيحصل ده؟ أعمل إيه؟ مش كده يا منى، مش كده، حرام عليكي. اهدي أنت بس وسيبي منى عليا. هاتلي حاجة أسكت، مش هتكلم، هكتم خالص. اسمعيني كويس يا منى يا بنتي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني يا بنتي لما حد فينا يمر بموقف صعب زي ده لازم يقول قدر الله وما شاء فعل، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عيطي يا منى، عيطي يا بنتي. البكا فرج وتطهير للنفس. أنا عارف إن أبوكي ألف رحمة ونور عليه كان عزيز عليك قوي، بس مهما كان ما يعزش على اللي خلقه. ولا إيه يا منى يا بنتي؟ وهو دلوقتي بإذن الرحمن في مكانة عالية، هيكون مسواه الجنة إن شاء الله. ادعي له يا منى، ادعي له. لبسته الحزام وسرحت له شعره قبل ما ينزل، شكله هيبقى حلو قوي وهو هيقابل ربنا. الحشيش حرام؟ أشد من الكبائر. يبقى لينا حق لازم ناخده. هتاخديه من مين ولا مين يا بنتي؟ دي حكومة، حكومة. وبعدين احنا سمعنا ان اللي قتله ما كانش قاصد، يعني ضربه بالنار غلط، قتل خطأ. اللي يطلع طبنجة من جيبه بيصلحها مش عشان يزمر بيها، عشان يقتل. لا، انت كده بتفكري غلط يا منى. تصدق بقى ان انا اول مره افكر صح. مش هنزل دمع من عيني الا لما اخد له حقه.